سوقي لها في الهضره، جيها نيشان وقولي لها حميد راجل سليم طايح مع السربايه كيخونا. شي حاجه ماشي هذيك حميد، الا بغى يخون سليمه بنت المعطاوي ما يخونهاش مع السربايه، يخونها ماشي واحد احسن منها. دري لي خاطري ماشي هادشي نافك. ما غاديش نلبس هاد الكسوة. شحال من مرة كتعيط لي بسميتها وكندير راسي ما سمعتش، ولكن لا عمر، بركة بركة عمر بزاف. تبغي كيبان لك لا لاباس ولا كدير شي علاقة بالعائلة ولا عندها شي طمع؟ أنا شاكة في واحد القضية. لا أنا ما شاكاش، أنا متأكدة لا البتول كتحمق على سي عمر حيت هادشي شغل الغيرة. أنا محتاج لك بزاف حدايا. معطاوي أنا عمي واللي كيضرك كيضرني. سليم حميد خنتيني بصحتك، دابا غادي نمشيو في الاستراتيجي ديالك، ما غاديش نخليو بوز بريد يتشفى فينا. بيه انا شكون بحالي خارج ويدي فيدي والحبيب ديالي قلبي وهبتو لي هنا طيح تلامر ديالي. شعرك زوين عندك متسالية. سي فغي بديت كنشبه ليك. وهاديك اللعيبة صوبتي على الراس؟ كي جاتك؟ جاتك فنة بصح. سي مهدي بالصحة وراحة. تاكلي؟ براسك؟ فرصة كتجي مرة واحدة في الحياة. أتجي بالصحة والراحة، راه أنت اللي معطل. حنا ديجا تغدينا وسالينا. حنا تغدينا؟ ولكن عنده الصح في ديك الهضره اللي قال لك، الفرصه كتجي مره واحده في الحياه، الا ما شديناهاش هزنا الماء. ماشي بحال داك الطماع ديال حميد، ربي عطاه فرصه ما كتعودش. ضيعه وضيع ماتها سالمه. نضرب حتى شي خبر على سليمه؟ ما عندنا لا حتى شي خبر مني مشات، كتجاوب حتى واحد وسد على راسها. كلشي بسبب داك الغدار ديال راجلها. انا حاسه بها، داكشي اللي وقع لها حتى مرة ما تستحملو. وهي حميد كانت عوالة عليه في كل شيء وتثيقة فيه. كاع الكوارث كيوقعو بسبب حميد. الصراحة مهدي ملي كنتي شاد النايت بلو إلي تي توب كان غادي مزيان الحمد لله. شكون خلاك؟ راه هو اللي حفر ليا مع عمي النهار الأول. فراسك هند مهدي هو اللي سمع النايت بلو. بصح في الاول كان سميتو دار المعطاوي. انا ملي جيت وانا كنقول شكون اللي سمى هاد السميه زوينه بحال هكا؟ صدقتي انت مهدي؟ عرفتي انا غادي نهضر مع عمر باش ترجع تجيري معايا النايت بلو. انت غادي تكون احسن مني في لاجيستيون واخا؟ والله الا ان بونيدي فازا مهدي. لا انا باغي نبقى مع عمي مزيان، وعاد عندي ما يدار. باش مشغول لا سكرتير ديالك؟ مثلا ميراندا بيجي ذا اديتور.
editor-in-chief of Runway. So you don't read Runway? No. Not to mention a legend. And before today you never heard of me? No. طب واحدة صغيرة بحال بنت الشيخة غتبغي واحد كبير بحال عمر؟ عادي عادي، هذا هو الحب، ما كيعرف لا عمر ولا شرط. بحال اللي هند بغات سي عمر اللي قد باها، تقدر حتى شي مرة كبيرة تبغي واحد قد ولدها. شتي الحب الزوين؟ كنعرفو، ولكن هادي راه مقردة معدومة، وبحال هاد النوع هذا كيتخاطفو كيحماقو على بحال عمر. لا ولكن اختي هين ولات اختك صافي قتاش؟ لا ما اختيش، انا بغيت نقولك زعما هند ماشي من هذاك النوع. هند بنت مأدبة وقارية، مادام هي ما وصلناش بتا حاجة هادي العيب وما دخلاش عندنا التيران ديالنا، حنا نعطيوها التقار، ما خاسرين والو. مالك سكتي؟ زيدي زيدي، دافع عليها اكثر زين. قلتلك ما خسرنا والو، غنخسرو كلشي الا بقات دايره اللي بغات، وراه طولات بزاف ما خصهاش تزيد طول. ما عرفت، وانا كنقول نصبروا شويه زعما بعد ما نشوفوا نيتها كيدايره، واخا نتاكد ان نيتها مزيانه. واخا لالا، وشنو ندير دابا؟ في خبارك هادشي اللي بقالك تقول لي شنو ندير وتصيفطني نجيب لك تيزان؟ لا ما كنشربش، ما قلت لك والو. لالا البتول، ما بغيتكش تقولي، بغيتك ديري. شنو غندير؟ غتمشي عند دريس قول ليه يدير داكشي اللي قلت ليه للشيخه، مفهومه؟ واخا سيري. Chérie, baqi labes pijamtek? Tu vas pas sortir? Qu'est-ce que tu veux faire? Baba qatta aliya el mawdou. Chi dik el banka ma nqdarch nerja liha. Baraka mach kawi hatta nta Hamid. Dik toutes les commandes li andi nta li katkellef bihom. Il ma bqach ajbek lhal nchouf lik chi haja akhra. Sali ma wliti katta'amli ma'aya fchkel. نورمالمون خاصك تكوني معصبة على داكشي اللي وقع. توحشي المشاكل، توحشي الغوات والصداع والشوهة، ولا بالي توحشي الوسخ اللي كنتي فيه. دابا نتا قول لي داكشي اللي بغيتي ديرو انا معاك. شي بيزار عندك، ماشي على قبل اون ايغور دو ريان دو تو كغدا نهرسو داكشي اللي بيناتنا. زعما تكوني سمحتي ليا؟ بيان سور كو سمحت ليك احبيبة. سمحت لك على كل شيء. بغيف خدينا لو سالون دو لا بيش حتى دوز لي لا كوموند معاك. لا انت فين تكوني؟ ما غاديش نكون، انا رونديفو امبورطون. كيفاش عندك رونديفو؟ وليش لابسه بحال هكا ومع من هاد رونديفو؟ غير سمحنا لك وليتي كتحس معايا ولا شنو؟ كالم توا. ماشي من حقي نسول. ماشي من حقك. الا بغيتك تعرف شي حاجه انا اللي غادي نقولها لك ملي نبغي. دريس راه ما قلتي لي والو. فاش؟ في القضيه اللي قالت لك لالا الباتول على ود تحليمه، واش كاين منك ولا ما كاينش؟ طيب ياك دويت معاك قلت لك قولها تنسى هذا الموضوع كامل. وسير اخويا دابا تقنعها. لالا الباتول الا حطت شي واحد في راسها خاصها تسالي معاه، ودابا راه حاطه هند وحليمه في بالها. انا عارف الباتول ما غدوزهاش لينا، مول الحانوت دويت معاه ودورت معاه كاع. الله يحفظه صافي. انا براسي والله ما باغا هادشي، ما باغا حتى واحد فينا يتأدى، ولكن الغالب والله انت كتشوف. وحنا كنساويو باش حتى واحد ما يتأدى كي قلتي. غير صبر ادريس، كلشي ان شاء الله غادي يدوز. الله يخرج عقلتنا على خير وصافي. امين. يلا نمشيو.
على اي وجه هادي؟ اه مالو مع الملحه؟ واش ناقصك؟ شويه سي عمر خلينا واحد دقيقه. اش كدير انت هنايا؟ قلت لك ما بقاش نشوفك تخطى في المحل الدولي. سي عمر جيت نهضر معك على سليم. اخر واحد يهضر معي على سليمه هو انت. عارف راسي غلطت معكم السي عمر. انت بالذات سليمه راه مراتي ومازال كنبغيها، ولكن مابقيتش كنعرف حتى فين كتمشي حيت ماشي راجل. حيت ما لقاتكش راجل راه عييت معاها السي عمر ثق بي. من نهار غلطت معاها تبدلات عليا بزاف، ولات كدير اللي بغات كتمشي فين ما بغات. انا غلطت اه غلطت، ولكن هي راه زادت فيه. علاش من غلط كتهضر اولدي على الخيانه؟ ولا على تشفرت؟ ولا الفلوس اللي كتهز من لاكاسو تقمر بهم؟ خبار كلها كتوصلني وساكت حيت بنتي كتبغيك. انا تنبغيها سي عمر، وعندك الحق انا غلطت. سليمه كنحس بها دابا كضيع عليا من بين يديا، وانا ما بغيتش هادشي، بغيت ترجع كيف كانت. عاوني عاوني سي عمر، انا مستعد ندير اي حاجه على ودها. الحاجه الوحيده اللي تقدر ديري تكون راجل. بنتي محتاجه راجل حداها ماشي كلب تابع فين ما مشات. هاي 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 تبارك الله على الفنون وعلى الزين بنتي. ها ما شفتك يا حبيبتي بالعين الخايبه وحتى الريحه بركة عليك. ها هي مبارك ما تصبغي فيا. انا كنصبغ فيك، انا كنقول لك عاكله بالحق يا الهبيله. كل ما كنتي زينه كنغي تربط فيك سيدي عمر. بسم الله عليك يا بنيتي بسم الله عليك. شوفي انا غادي نمشي للدرب عارضه على صحاباتي. عاوتاني ماشي خات صحاباتك؟ واش انت غتوصلي فين ما وصلتي غترجعي لصحاباتك؟ شوفي نقول لك واحد الكلمه، ذكري اي حاجه الا صحاباتي. مالو ما اختي الشيخات كيجاوك؟ ها الشيخات هما اللي ضربوا عليك تماره في السرويه وفي الليالي، ها وغناو في البياطون وغناو في السطوحه وغناو في القاعات ديال الافراح، وجابوا لك الكاسكروطات ديال اللحم والدجاج وجابوا لك الحلوه، تا ولاو كتفك ديال الشغل. وي واحد ناحيه عندك الصح والله. احبيبتي راه نهار تخلات عنا العائله لقيناها مع هما. عقل علينا تحت، شحال من ليله نحسنا بالجوع في العياد ما سوقوش لينا. سيدي ربي الحمد لله ونشكروها هو تفكرنا وهنانا. الله حنا اللي نسيناهم. ما تشطنيش عليا، انا غندي معايا دريس غادي يهز لي شويه الحلوى وشي حوايج اخرين. اش من حوايج؟ شويه ديال الكادويات والطياب. ملي غنمشي حتى تما عاد غنبدا نطيب انا. ايوا ماشي مشكل، انا ما كنبغيش نخسر لك الخاطر، دير لهم الكادوات. ولكن عندك وتبقاو تشطحوا وتغنيو حتى يصبح الصباح، ما تعطليش. لا 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 ما تخافيش ما غاديش نتعطل، عا شويه وغنرجع. هادي ما بغيتيهاش؟ بغيتها. غادي منها شويه وديها صافي. وديها لراسك ماشي للبنات. لا عطيتيها ليا ما تسولينيش لما غنعطيها. الله بيطلب مرتو تصدق. صافي بارك عليك هنا ادريس. يا بسم الله. لا لا حليمه ما نعاونك في شي حاجه. لا ادريس عسير ضرب دويره ملي نبغيك نعيط لك. لا حليمه كي دايره؟ ربي السلامه كي ناسخ تحشم ما ترمش. الو لاله البازول، انا مامو الحانوت دابا هو شويه غيمشي عندها. واخا يدخل معاها للدار ويدير دي فوتو ودي فيديو. واش ضروري نصورها؟ وانت ضروري تزيد في الهضره ادريس الله يعاونك. واخا واخا لاله البازول كوني يعني.
والله الا درت مزيه صاحبتي خليت لك الساروت مره مره ركبيل كاع للدار وي ما بيناتنا شي كبيره دارك هي داري زيد واش مكلفه على راسك وجايبه هادشي كامل يا ويلي اش مكلفه على راسي ملي جيت لكم نتوما اخواتاتي وصحاباتي خذوا بصحتكم عطيك الخير والربحه حبيبتي نردوا لك في الخير صحيتي ان شاء الله صحتكم اجي بغيتك لك لاباس على الخير اش كاين ياك لاباس خلعتيني بالكي ما شتيش تيا السك برايك ولا فيلم يتنصل لي اللي عيط ليا وصيفط ليا ميساجات في الواتساب حكا ما حكا توحشناكم خويتو علينا الدرب انت علاش كيقلب يقلب على خلا ضاربو علاش كيقلب هو اللي عيبات الله خلي المراه ديالو مليوحه في العروب هي ولادها وجالس هنا كيتشلهب يتشلهب عليا يتشلهب على تصيلتو انا نتشلهب على مليون من بحالو خرجي لامو حكي عليه ماشي درك خلي تي يعاودها مره اخرى ونوريه واش هو في المرايه ساره كي دايره وهذا حني لي خارطي عطيه ياكل في عيد الكبير وعطيه الصدقه وعطيه يلا عطيه شدك يزيد القلوش زيد يلا نشوفوا الدريات اش بغاو وعجبكم داك الشيء ولا بغيتي برايك ستي قولي نحل الحانوت الله يربط نهضر معاك تهضر معايا اخويا مال فكندوي انا وياك اش بغيتي ونديرو على شي كزالاتي اولي على كويزداتي انت شي حاجه من حاجه ما تقولش يقول لي يا طلقيني يا المسخوطه طلقيني والعروقات حالته ولا حليمه هذا رسميتو الغش يا قلت لك ما تعاوديش تنجيو دابا يلا عاودي لي ما لا والبشره تحطيني في الموضوع انا والله خلتي ما نقدر نتعاير مع شي حد سورتو في الزنقه كون خليته ومشيت يا ويلي علاه نتعاير انا عندي الوقت نتعاير قلت لك كلمه جوج نشرت وصافي في الارض وبقيت كنلك هز لي ها 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 وحليمه كلاي هادي ناير امي ما بغاش يعفو عليك الله من هاد الشبوقات بقيتي حتى رجعتي للدرب درتي لنا الشوه اياه وماشي شي اختي الشوه اللي كان غيدير ليا هو اش من شوه لا لا هين شوفي فهاد القضيه ماما كعندها الحق شتي كون ما شوهاتوش هي كان هو غادي يشوه ومزيان ملي فطرات بيه قبل ما يتعشى بها سمعتي كلام المعقول لا عندك السيد كيدوي معايا صح سلام تدفق كله واللي فقصني وغددني انا خدامه ليه في الاسبوع ديال وحده في بناته لا لا برافو عليك عبرتي عليه كون دابا غادي يسد داك الحانوت من بعد ديك الشوه اللي درتي ليه لا انا ما يسد الحانوت لا والو تنتي في الدرب موالفين بهاد الفضايح غير هاد السيمانه وغادي ينساوه وغيقلبوا على الجديد ولا بغى الجديد انا معاه صح الرجل اللي فيه الغدر خاصه الشو باش ما يعاودش يدير نفس الحاجه ماشي بحال اختي سليمه غير زايده فيه وكتكبر الشال داك الغدار نسيمه شو من هضروا على خواتاتنا بحال هكا ياك واخا هكاك انا سليمه فاهمه شي مرات الواحد مني ما كيلقاش الحل كيهرب من المشكل يا راجلها ما بغاتش تفرق معاه كتبغيه بغات تبقى معاه حتى يرجع للطريق حنا ما قلناش لا تفرقي معاه غير باش تبرد ديك الغديد اللي عدى لداخل تمشي تضرب عليهم بواحد الطريشه وشوفي الا ما جاي يطلب ويرغب هو يلا مي راه الناس ما كيفكروش بحال بحال دابا هاد خونا انت اللي ضربتي معاه كون صدق شي واحد هبير كون فوت فيك شي دقه ييه انا كنت شميت فيه النوع ديال الرجال اللي كيضرب كره بالدارت مع السياسه كنت ضربته بواحد السخفه سني اتجهت لا بيلانس هزاتني مرابعه وديك الساعه نعمر لي واحد البيفي من داك الشي الرفيع لا اختي وانت الواحد يخاف منك الصراحه حليم وانت راه حلفتنا راه علمتنا شحال من حاجه صحابك عاجي وخدمي الليل دابا انت ما غتنسيش هادشي نوض نجيب لنا اختي شي براد ديالها تاعي الكحت عاد تعاود بابا
تروحش هاد الخبره بنتي. راك تشوف ما الخدمه شاد الخدمه اللي ديك لينا هاد الوقت كامل. اش واقع بينك وبين حميد؟ تشكى عليك؟ هضرنا ماشي تشكى، هضرنا شويه ما وقع والو. يمكن مورا داك المشكل اللي طرا بيني وبينه ولا كيحس براسو ان بو كارتي، مي سي نورمال. تنكيت ما كاين حتى شي حاجه. ثاني ما بنتي انا كتهمني انتيا في هادشي كامل. حميد كتعرف الراي ديالي فيه من النهار الاول، غلط، ما اعترف الغلط ديالو ومستعد يتحمل مسؤوليته. بنتي الحياه قصيره، الا كنتي ناويه ترجعي ليه ما تبقاوش تضيعوا الوقت في المشاكل. الا ما ناويش ترجعي ليه بابا، حميد راجلي وانا كنبغيه، ولكن كان خصني نبدل الكومبورتمون ديالي معاه باش يفهم الغلط اللي دار معايا. حتى انا جو في بريزيرفي ما فامي، وعارفه مزيان شنو خصني ندير بوغ لو فيغ. ما تخافش، يعني ندخل سوق راسي وصافي. لا غير ما بغيتش نزيدك الهم ديالنا حتى حنا. حتى يلا جوشي و خصك تبروفيتي شويه مع مراتك الجديده. تكبروا تتعياو وغتبقى ولادنا، وغنبقاو نهزو ليكم الهم. خليك يا بنتي انا تخدمي. كما ماما كتعاود لي ولا غير الخدمه؟ لا غدا مزيان، غير من بعد علينا داك القمار ديال حميد كلشي بخير. اكزاكتومون، هما ماشي غير حميد اللي خصو يمشي لتما. اي حاجه براس ذاتك في طريقك خصك تحيدها بيديك باش تعمل. هذاك بنت الشيخه راه قالت لي واش تخدم معايا كما تبغي. هي اللي قالتها لك. كرهتكم جات من عندك لولو، سي با كغاف، المهم وديرها تحت عينك ورد بالك معاها. شنو انا زعما دري صغيرة تلعب بيا؟ تلعب بيك وتفوتك الليح، كنمشي حتى دري صغيرة، حيت هي كتاكل الدماغ ديال أي واحد في ربيع. دابا واش غنخدم معاها ولا لا؟ بيان سور غادي تخدم معاها، وشوف أمك، وأنا راه كنهضر معاك بحال هكا حيت هي اللي عيطاتلك، صافي غدار تكذب عليها. واجد؟ ليش؟ أنا أختي، يلا. لالا حليمة اسمحي لينا ما رحبناش بك وسط العائلة كيف ما خصنا نرحبوا بك. ربي يخليك نسيبي العزيز الله يكبر بيك. وعمر حليمه ما تحتاج ترحب بها، تبارك الله عليها كدير بلاصه بالزربه، دار دارها خصك تشوف، عمرات علينا الدار، الشيخات والقصاير والعرايد، تبارك الله عليهم غزلان. الله يبارك فيك. شكرا لحليمه، شكرا حيت جبتي لنا شويه ديال الحياه لهاد الدار. شكرا حيت جيتي ريحتي مع هند باش ما تحسش براسها غريبة وسط منا، وشكرا حيت عطيتيني غزالة بحال هادي. تساهل نسيبي العزيز، تساهل كل خير. ولكن بابا ماشي غاديك بوحدك، لينا كاملين، هند راه ولات صاحبتي بحال اختي. لالا اختك انا سيما، انا من ديما كنت باغا تكون عندي اختي صغيرة بحالك. ها ربي استجب ليك، عطاك اختك وخالتك. بهاد المناسبة خديت ان كادو لالا حليمة، ماشي شي حاجة كبيرة ولكن نتمنى تقبلي علينا. الطراب ديال رجلي كنسيبي. سي فغي بابا شناهو لي كادو؟ انا ابارتمون في سونتر.
قريب كل شيء. والله يخلف عليك هاد سيبي العزيز، الله يكبر بيك، الله يخلف عليك. تهليتي في عمي استعل. بصح خلتي تسالي كل خير. ربي يخليك بنيتي. بصحتك. عطاك الصحة بنيتي. بيان سير تستاهل، تستاهل كتر. أنا تهلي لي غير في هند. مهزوزة فوق الراس سيدي عمر، ربي يخليك. أنا غنمشي للناس. الدنيا معاك ماما، بصحتكم. بصحة حليمة. الله يعطيك الصحة. ربي يخليك انسيبي، الله يكبر بك، والله يبعد عليك ولاد الحرام، والله يرجع الرزق الا في السماء يهبط لك ولا في الارض يطلع لك. بصح شكرا بزاف عمر، والله ما عرفت ما نقول. تقولي والو. كول انسيبي كول كول. عمي ولا سخي، ما عندي ما نتسالو. اما كل عمي صحابك داك لابارتمون عطاه لما غير هكاك، كل شيء مدروس. هي ما طلبت منه حتى حاجه، سي عمر هو اللي عطاها. حيت انت كتكون معاهم، فاش كتكون هي ويا الراس في الراس وكتقول له شنو بغات وشنو كتطلب، انت كتكون واقف عليهم كتقيد ياك. يمكن عمي مسكين بغى يفرح نسيبته. عمك مسكين، ولكن حيت مانيبوليه مرتو ماشي حيت بغا يفرح نسيبتو. حنا العائلات كنشمو بعضياتنا مزيان، وهاد الجوج ريحتهم شميتها شحال هادي، نيتو ما صافياش. يا تشوف افوا غادي توقف على هضرتي شي نهار، مي غادي يكون تخطا. هاي كتكبري في الموضوع. علاش كدوي معايا فيه؟ علاش بسطت عليا راسي؟ ديري بحال ما جبدتوش احسن. انتم حبيبي كل عام كتكلفوا بهذا الصالون. ماشي غير هذا الصالون حبيبه، بزاف ديال الصالون في البلاد انا طاروا لي كيشدوهم. ايوا بصح نيت الا ما تكلفتيش بهم انت شكون اللي غادي يتكلف فيهم؟ تبارك الله خدمتك متقونه، كلشي كيشكرها. غير ما تستنيش معاك. عذريني هذه المره حبيبه، غادي ندي معايا سليمه. من جهه هي اللي درت لي بريباراتيف، ومن جهه اخرى عارفه المشكل ديالها مع داك حميد. فهمتك، الا كان هكا مزيان. بصراحه انا نعذرها، حتى شي مره ما تقبل الخيانه، حتى شي مره ما تبغي تشوف راجلها مع مرا اخرى. وانتي مالي انا؟ تبغي تشوفيني مع شي مره اخرى؟ لا انا عارفك حبيبي ما ديرهاش. بيان سور ما نديرهاش. اللي عنده نتي في جنبه ما يقدرش يشوف شي مره اخرى. غادي نتوحشك بزاف. هذا هو الحساب الكريم اللي غنديرو مع الناس ملي يجيو. سلام سي مهدي، صافا؟ صافا. كي غادي مع البريباراسيون؟ صافا مزيان. يلا بون شونس. ميرسي. كريم عافاك، انت اللي غادي تكلفي بدوك الناس. واخا كوني هانية. شكرا. هين صافا؟ نهار كبير هذا مهدي ملي جيتي عندنا النايت بلو.
صافا انت بخير؟ بخير. عندي ما نسالك، دوقك زوين؟ انا سيدي تانسبيريت غير من الافكار ديالك وكملت عليهم. دابا الحمد لله راه صافاش. هند انا فكرت في هضرتك مزيان، قلت نجي نعاونك في النايت بلو، خدموا عليه بجوج هكا يتحل دغيا. اخبار زوينه هادي يا مهدي، بصح بافكارنا بجوج نقدروا نردوا النايت بلو احسن ريستو في المغرب. علاش لا؟ باين عارفه شنو كديري، حيت حافظتي على باز اللي بغاها امي. جوستومون انا حافظت على الكونسيبت دو باز وبدلت غير شويه في الديزاين باش الناس ملي يجيو ما يحسوش بالقند ويحسوا بشي حاجه جديده. ما يكون كلشي زوين، وانا معاك في اي حاجه احتاجيتيها. لا لا يخطيك امي، لا ولا عليك. يلا نوضو نشوفو الخدمه، احنا خدامين. ويلا نوضو. في غادة. بونجور. سولتك جاوبيني فين غادة؟ مالك معصب؟ تلو فان كوشمار. سليمة. حميد جا متي فواياج دافير غادي نقضي هاد الويكاند وغادي نرجع. تانكيت راه مخليا لك كلشي. كل ما تبقاي تلعبي معايا تلعب. واش من لعب؟ واش كيصحاب لك انا دمدومة دوزي عليا؟ شيري بنتي ليا باقي ما نسيتيش داكشي اللي درتي ليا مع السربايا. كي سي با غاف، انا ناسيه. ايسي دو فير دو ميم. انا اللي خاصني نكون معصبه دابا، وانا اللي خاصني نكون مقلقه. مي جو لو سوي با. رجعت ناس دابا كترضي ليا الصرف ياك؟ شو زعما كتغري عليا؟ كتبغينا حميد؟ كون كنتي كتبغيني كون ما خنتينيش، وكون ما دليتيناش قدام اللي سوا وما يسواش، حتى ولينا سادين على راسنا وسط ابارتمون ما بين ربعه ديال الحيوط. انت ما بغيتيش تقولي لي فين غادا؟ دابا تعرف من بعد. سلامة. كريمة ياك؟ اه. من وقتاش وانتي خدامة هنا؟ ماشي بزاف، انا مازال جديده. جابتك هند؟ اه. كتعرفيها؟ كبرنا انا وياها في درب واحد، ماما وماماها صحابات. مزيان هادشي. صافي تقدري تشوفي خدمتك.